بس هو الحاجات اللي ريحتني زي ما قلت لك وقتها، يعني النادي كان رايح في حته استقرار، واللعيبه اللي كانت جايه صحيح. كتير، وكابتن اشرف كان عم بيحاول يبني فريق بالظبط، وانا كنت راجع كنت عايز اكسب بطوله، وما زلت يعني لسه هو ده الهدف ان شاء الله، ان انا قاعد في النادي ان انا عايز اكسب بطوله. بالنسبه لي ان الدوري في النادي الاهلي، يعني انت مش بس باصص لادائك الكويس اللي انت بتاديه، لا ده انت كمان يعني عايز تحقق بطولات. طبعا هو يعني كلعبه جماعيه، اللعب الفردي ده هو انت بتلعب كويس عشان فريقك تكسب. اللعيب صحيح. الفردي اللي بيأدي كويس وفريقه بتخسر عادي، هو ما زي يبقاش مبسوط. لا، وحتى مش مهم هو مبسوط ولا مش مبسوط، هو اداؤه مش مفيد. فهمت قصدك. فهو لا بس مش شرط على فكره، مش شرط. انت بتلعب لعبه جماعيه، انت ممكن تكون ادائك مفيد بنسبه 80% 20% اللي فاضلين ممكن عدم توفيق. هنتكلم عن اللي حصل السنه اللي فاتت، بس مش شرط بالعكس والله. يعني انت ساهمت مثلا في الدوري المرتبط السنه دي، يعني ادائك كويس ده طوبه من في مبنى بتبني عليه بقى حاجات تانية، او ممكن تبقى حاجات خارجه عن ارادتك. الاصابه انت تعرضت لها السنه اللي فاتت، كسر في طبعا المناخير، طبعا. حاجه لا انا السنه اللي فاتت تعرضت لاصابات كتير.